Museum Association, actually, it's an NGO which was established in 1990, so 20 years back. The purpose of Musiad is to bring up the people together for their, you know, business improvement, as well as you know, to enhance the, to develop the country's economy, to prepare reports towards that ideas. The activities that we are doing, as we are doing this fair and the forum that we have done earlier, was all about, you know, to improve the trade between Islamic countries. From Turkey, we do have around 5,000 members, you know, who are having about 15,000 companies in different sectors. But also, we have focal points, you know, all around, you know, everywhere actually. In 42 countries, 93 focal points. 2 years ago, you know, we had spoken about economical cooperation among Islamic countries. Last year, you know, we spoke in Cairo. We were in Cairo last year. How Islamic countries can survive from the crisis, global crisis. And this year, we discussed the importance of technology in the improvement of OIC countries. The next day, the fair started. And I'm going around the fair now, and whoever I spoke within the fair, they are very happy of the outcome. And the more quality people came. And this makes me happy as well, you know, if the people are happy. بسم الله. أنا أيمن الشرع، جاي من دولة الكويت، بعمل في مجال التجارة عامة. جينا حضرنا المعرض، فكان في أحسن حال وكان في تعرف جدا على تجار وشركات جديدة. والآن إحنا في المعرض، المنتجات من عدة دول اللي هو تابع للموساد، يعني بتمنى يكون تطور أكثر من هيك، وخاصة للشركات الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رابح حمدوني، رجل أعمال ومهتم بالاقتصاد الإسلامي، صاحب شركة رحاب للدراسة والإنجاز. هي شركة عقارية في القطاع العام والقطاع الخاص. أنا أنشط في البحث العلمي والاستثمار والعمل الاجتماعي. كيف نركز على الاستثمار لدعم البحث العلمي واستنارة به، ودعم وتوجيه العمل الاجتماعي؟ أتيت إلى تركيا من قبل التواصل وتبادل الخبرة والأراءات والاستفادة من التجربة التركية، وخصوصا جمعية موسياد وABF. وذلك أتيت للتعاون ولتوثيق الصلة بين العالم الإسلامي والعالم العربي في مجال البحث العلمي والاستثمار وكذلك المجتمع المدني. أحمد الوديعة، مدير مؤسسة السراج الإعلامية في موريتانيا. أحضر لأول مرة إلى هذا المعرض، وأرى أنه معرض رائع جدا، لأنه يوفر في الحقيقة فرصة للتلاقي بين رجال أعمال العالم الإسلامي وبين نخب العالم الإسلامي. وأعتقد أنها تجربة رائدة جديرة بأن تحتذى، وأنها تمثل نموذج للوحدة الإسلامية، الوحدة الناجعة التي تتم عن طريق النخب وعن طريق رجال الأعمال والمؤسسات التجارية. فهي بالفعل كما قال الرئيس التركي بالأمس، يعني فيها زيارة وفيها كذلك تجارة. فأعتقد أنه فرصة للتجارة بين التجار والمؤسسات التجارية، وفرصة لزيارة إسطنبول، هذه المدينة التي تحمل الكثير من الذكرى لكل مسلم يزورها، فهي تذكرنا بأيام العز الإسلامي وبالخلافة الإسلامية. أعتقد أنها بالفعل، أنا سعيد جدا لزيارة هذا المعرض، وأعتقد أنه تجربة رائعة. بسم الله الرحمن الرحيم. رياض عبد الرحيم البستنجي من الأردن، صاحب شركة تجارة مواد تموينية
وعضو لجنة التلاوة المركزية في جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن. وأنا أتجول في هذا المهرجان الكبير، المهرجان يعني التجاري الكبير، أعيش في ظلال قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ركيزتان أساسيتان في حياة المجتمعات عامة، وهي أهم ما تكون في حياة المجتمعات الإسلامية: الأمن السياسي والأمن الاقتصادي. في ظلال هذه الآية: أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أمن سياسي وأمن اقتصادي. ولا يكون هنالك أمن سياسي إلا إذا كان هنالك أمن اقتصادي. يعني المسلم يسر سرورا عظيما ويفرح يعني بهذا، بهذه الوحدة الاقتصادية الإسلامية بين رجال الأعمال العرب والمسلمين، وبإذن الله تعالى يعني يحقق هذا الأمل والنجاح في مستقبل للمستثمرين العرب والمسلمين في شتى بقاع الإسلام وفي معظم الدول الإسلامية. ونشكر قناة الحوار يعني على هذا اللقاء، وبارك الله فيكم. اسم الشيخ سعد بوه لأحمد بوها، دكتور مهندس في مجال الهندسة المدنية، الآن أعمل في شركة إنشاءات في موريتانيا، شركة لها مجالات متعددة، وفي الحقيقة ليست شركة بمعنى التقليدي، وإنما هي مركز خبرات يقوم بدراسة بعض المشاريع وعرضها للتنفيذ، وتكون شركة مفتوحة للمساهمين، وعندما يكتمل المساهمين ننفذ المشروع ونبدأ مشروع آخر. هذه تجربة جديدة قمنا بها في موريتانيا، أنا وبعض الزملاء معي بعض المهندسين من مجالات مختلفة، أنشأنا مركز خبرات يسمى إنماء، ومركز الخبرات يقوم بهذه الأعمال في موريتانيا. ولحد الآن الحمد لله قمنا بتنفيذ عمليات ناجحة في مجال الهندسة المدنية، شركة المقاولات الهندسة المدنية، شركة في مجال الصيد البحري، وشركة أخرى في مجال الزراعة، ونعمل إن شاء الله أن نتطور بالنسبة لنعمل مجالات أخرى بإذن الله تعالى. المؤتمر طبعا لحد الآن أنا شاركت في اليومين الأولين، وكانت تظاهرات الافتتاح، وكانت منظمة بشكل جيد جدا. طبعا اليوم الأول كان متعلق باجتماع رؤساء الوفود، هو المؤتمر مجلس إدارة الاي بي اف، ولموريتانيا تكون عضو لأول مرة في هذه المنظمة، والحمد لله تم قبول موريتانيا كعضو في الاي بي اف. أما اليوم الثاني فكان الافتتاح، وكان رائع جدا، وكان تنظيم محكم، وكان الحضور يعني بشكل مبهر، وطبعا الكلمات الرؤساء الوفود، وكانت أيضا حضور رئيس الوزراء، كان فعلا حدث هام جدا، وكان تنظيمه محكم وكان رائع. واليوم هو أول يوم للمعرض، ونحن الآن نتجول في المعرض، وما رأيناه لحد الآن يعتبر جيد جدا، وإن شاء الله تكون النهاية مثل البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم طويل بكاي، صاحب مقاولة مطبعة الصقر بالمغرب مدينة وجدة. أنشأت المقاولة ديالي في إطار برنامج مقاولتي للشباب المغربي، وأنا الآن زرت تركيا في إطار هذا المنتدى الاقتصادي اللي حضروا فيه أزيد من 5000 رجل أعمال، وكان بشكل كبير رائع رائع جدا، استفدنا بواحد الشكل عظيم عظيم جدا. في حين أنني انتبهت لمسألة، هو عدم حضور الدولة بشكل رسمي اللي ما تمثلتش بشكل رسمي، وفي حين أن بعض الدول كثيرة منها مثلت، مصر ولبنان وإلى غير دول كثيرة كان في استفادات، في حين أن نحن المغاربة كانت حوالي 300 رجل أعمال بدون أي غطاء رسمي داعم. ونحن نعرف بأن المغرب يعني كي يريد باش يجلب سواح، يجلب مستثمرين من للمغرب، في حين أن لابد أننا نتوجه للدولة المغربية أنها تهتم بهذا المجال، وأنها
يعني الدعم المقاولين باش ينجحوا هذا الجانب، وكنتمنى لجميع رجال الاعمال النجاح واننا نستفدوا منهم ويعطيونا خبره في هذا المجال الاقتصادي، وكنشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حضرنا لهذا المعرض حتى نقرب العلاقات، وحتى يعني نوجه يعني تعاوننا ونوجه يعني جهودنا ونوجه حتى يعني كل شيء يعني ربما هو موجه للغرب أن يوجه على الأقل للدول الإسلامية، أو يكون هناك أو في يعني مساندة أو يعني للاقتصاد الإسلامي وتقوية يعني شوكة الاقتصاد الإسلامي، لأنه هو الرهان يعني الرابح لهذه الأمة الآن. يعني هناك أنا في اعتقادي أن هناك رهانان، رهان الاقتصاد وهناك رهان يعني الرهان الصناعي والفلاحي، ونحن إن شاء الله نحاول يعني أن نجمع بينهما ونتجه في كل يعني في كل الاتجاهات ونوحد جهودنا إن شاء الله. وأنا يعني هذه شهادة وشهادة حق واعتراف بجميل لإخواننا في تركيا أنهم ينظمون مثل هذه اللقاءات ومثل هذه يعني المعارض. في الحقيقة هو فيه يعني صلة رحم أكثر من صلة رحم، فيها أكثر من كل شيء، ونحن نشكر لهم هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يعني يثيبهم على هذا العمل الجبار الذي يقومون به. وأنا في الحقيقة أنا يعني أنا مدين لهم بهذا الأمر، ونتمنى أن كل الدول الإسلامية والدول العربية تحذو حذوهم يعني في هذا الاتجاه، حتى يعني يكون الجهد العربي جهد واحد، وجهد يعني وجهد الإسلامي جهد واحد يعني متماسك، لأن هناك العالم الآن يعرف تكتلات ويعرف يعني تجمعات، وكل ذلك لأن هم أدركوا أن ميزان القوة في هذا. ويا حبذا حتى نحن يعني لو حذونا حذو إخواننا يعني ومشينا معهم في نفس المسار. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وجزاكم الله وجزا الله قناة الحوار أن أتحت لنا هذه الفرصة للإدلاء بهذا الرأي، وشكرا لكم. أخكم محمد عمر عرفاوي من المغرب. أنا عبد المحسن القيسي من المملكة الأردنية الهاشمية من عمان. مجال عملنا في الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الصوت بشكل خاص. زيارتنا لتركيا كنا مدعوين لمؤتمر رجال أعمال موسياد، احنا أعضاء في جمعية الرخاء في الأردن. جينا حضرنا المؤتمر أول امبارح، واليوم في المعرض تعال. ما شاء الله يعني معظم المنتجات عمال تتحول للتكنولوجيا أكثر وأكثر، في توسع في المنتجات التركية ورقي في نوعية البضاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وليد البدري من العراق بغداد. مجال عملي في الحجاب، يعني باسم شركة المدينة للحجاب التركي، متخصص من ماركات عالمية في الحجاب. الحجاب هو عبارة عن جبة وغطاء رأس واليدين إلى آخره. كانت فرصة طيبة أن نلتقي بكم بهذه القناة المباركة يعني، ونحن نتابعها من بغداد. كذلك في هذا المعرض أيضا شاهدنا كثيرا من الأخوة أولا، ثم شاهدنا كثيرا من منتجات عملنا أو اختصاصنا في هذا المعرض. فأتمنى لهذا المعرض الدوام والاستمرار، ولقائنا معكم إن شاء الله على الدوام.
bu 13. bir fuar ve gerçekten çok başarılı her yıl gelişmekte ve gerçekten 3000 civarında ve yurt dışından da Arap bölgelerinden de başka ülkelerden de ciddi bir katılım var. Bir uluslararası ölçeğe ulaştığı için gerçekten başarılı görmekteyim ve kendilerine başarılı devamını diliyorum. Tabii şunu görüyorum ben özellikle, buradaki fuara katılanların hemen hemen hepsi, yani müsiyat üyeleri genelde amatör ruhla profesyonelce bir çalışma yapıyorlar. Yani burada bir heyecanları var. Gerçekten kendilerini bir sorumlu hissettikleri bir anlayış var. Buna mutlaka katılsınlar derim, mutlaka izlesinler derim. Dünyanın değişik yerlerinde gördüğümüz fuarlardan çok daha farklı. Burada adeta gurur duyarak sergilerini, ürünlerini ortaya koyabiliyorlar. Bu da çok önemli tabii ki. Tabii özellikle uzun yıllar, asırlarca bir yönetim merkezi olarak görev yapan bir şehir. Ve burada geçmişin kültürlerini ve tarihini de barındırdığı gibi özellikle İslam dünyasının da ciddi bir merkezi olmuştur. Ve abidevi eserleri de şu anda bulundurmaktadır. Bundan dolayı bir cazibe merkezidir. Burada İslam dünyasına da çok Türkler çok ciddi hizmet etmişlerdir. Bunun da izleri de vardır. Böyle bir noktadır. İnanıyorum ki aynı zamanda gönül bağları olan toplumlar var, milletler var, İstanbul'la ilişkileri olan insanlar var. İstanbul zaten konumu itibariyle dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Napolyon'un dediği gibi dünya tek devlet olsaydı başkent İstanbul olurdu. السنة هذه نحتفل بمرور 20 سنة على تأسيس جمعية الموسياد، ونحتفل أيضا بمرور 15 سنة على تأسيس منتدى الأعمال الدولي. فحدثين هامين توجهم هذا اللقاء الكبير الذي جمع عدد كبير من رجال أعمال، جمع عدد كبير من الوزراء، تجاوز 30 وزير دولة، وكان هناك لقاءات ثنائية، وكان هناك ورشات عمل، وكان هناك حوارات، وما زال الأعمال مستمرة والحمد لله رب العالمين. كثير من رجال أعمال تم عمل صفقات وتم عمل شراكات وتم توقيع اتفاقيات على تأسيس بعض المصانع في الدول العربية، وهذه النتائج هي التي تسعدنا، هذه النتائج التي تعطينا القوة حتى نزيد من قوتنا ومن نشاطنا. كل هذه إن شاء الله تصب في مصلحة الدول العربية والإسلامية. نهدف من هذا المؤتمر ومن هذا المعرض كيف نزيد من حجم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، كيف ننفتح على العالم، ننفتح آفاق جديدة. فالحمد لله رب العالمين هناك شركات كثيرة من ألمانيا وشركات من أمريكا وشركات من الشرق الأوسط مشاركين بهذا المعرض. الكل يسعى لهدف واحد، كيف نستطيع أن ننمي بلادنا العربية والإسلامية، كيف نستطيع أن نزيد من حجم التبادل التجاري فيما بيننا. وأهم شيء في هذا المنتدى وفي هذا المعرض نشكل وسيلة ضغط على القرار السياسي لرفع الحواجز بين انتقال البضائع أولا وانتقال رجال الأعمال بحرية بين الدول العربية والإسلامية، وهذا ما نطمح له. الموسياد صراحة يواجه صعوبات كثيرة، مثلا هذا المعرض هذه نحن ممكن أن يكون هذا العدد أكثر من 3000 رجل أعمال، ولكن الحصول على التأشيرة كان فيه صعوبة، الانتقال من بلد إلى بلد إلى الآن فيه إشكالية، بعض البضائع إلى الآن لم تصل. فكل هذه الإشكالات نحن لو نستطيع كرجال أعمال نشرح
ما نريده لرجل السياسة، وهذا ما يحصل في منتدى الأعمال الدولي. عندما يجتمع 30 وزير تجارة ووزير اقتصاد ونحاول أن نقدم لهم الصورة الصحيحة لتنمية بلادنا العربية والإسلامية، ما يعاني منه رجل الأعمال، ما يعاني منه الشركات التجارية، يزيد حجم التبادل التجاري ويزيد الاستثمار وتنعكس بشكل مباشر على العلاقات. فتركيا الآن خلال السنوات الماضية 8 سنوات الماضية استطاعت أن تحقق قفزات نوعية في نجاحات نوعية اقتصادية. ما هي سببها؟ سببها أنها أزالت بعض القيود التي تعودت عليها في السابق. فاستطاعت تركيا مثلا أن تزيل القيود أمام تأسيس الشركات الأجنبية. فالآن أي شركة أجنبية تستطيع أن تؤسس شركة أجنبية بيوم واحد، تحصل على السجل التجاري وتمارس عملك التجاري من اليوم الثاني. وهذا ما نريده أيضا في دولنا العربية. هذه البوروكراسي الذي يعيق مثل هذه الأمور يجب أن نزيله فيما بيننا. أيضا السياحة، الآن السياحة بتركيا الآن وصلت إلى حوالي 30 مليون سائح. لماذا؟ يعني الآن لا يوجد فندق الآن باسطنبول نستطيع أن نستضيف فيه ضيوف هذا المعرض. هذا السبب الانفتاح الكامل الذي أصبح ليس فقط على السياحة، الانفتاح على البزنس، على العلاقات، على التجارة، على الثقافة، وكثير من المؤتمرات تعقد بآن واحد في اسطنبول. نريد هذه التنمية التي سعدت بها تركيا والتي حصلت في تركيا، وهذه التطورات خلال 8 سنوات الماضية التي حصلت في تركيا، أن تعم العالم العربي والإسلامي إن شاء الله. محمد جميل بن منصور، رئيس حزب تواصل في موريتانيا ونائب في الجمعية الوطنية البرلمان. أحضر هذا الملتقى، هذا المؤتمر، بصحبة بعض الإخوان من رجال الأعمال والصناعيين في إطار تشجيع التواصل مع العالم الإسلامي، مع الصناعيين في هذا العالم، وتشجيع التواصل بصفة خاصة بين موريتانيا وتركيا في إطار التوجه الاستراتيجي لهذا البلد المهم على مستوى العالم الإسلامي. ونعتقد أنه بهذا الإسناد الاقتصادي في العلاقات الموريتانية التركية، وبهذا الإسناد الاقتصادي بانفتاح موريتانيا على الصناعيين ورجال الأعمال الحاضرين في هذا الملتقى، ندعم خطوات توجه بلادنا نحو عمقها الحقيقي في العالم الإسلامي على المستوى الاقتصادي وبالتالي على المستويات الأخرى إن شاء الله. المؤتمر حقيقة بهذا الزخم وبهذا النجاح هو رمز لنجاح وزخم تركيا في هذه المرحلة من تاريخها، وبالتالي الموصيات في هذا المؤتمر كما غيرها من المؤتمرات في تركيا ترسل رسالة إلى العالم أن هذا البلد بدأ ينهض، بدأ ينمو، بدأ يتقدم، وبدأ يتخذ خطوات نحو مرحلة النموذج إن شاء الله. اسمي عمر صبح العجلة، أنا من قطاع غزة من فلسطين، يوجد لدي شركة ألمنيوم، وأنا منصب الاعتبار رئيس اتحاد صناعات الألمنيوم الفلسطيني في قطاع غزة.
هدف زيارتي للمعرض اللي هو معرض المصياد، اللي هو أخذ اللي هو نتابع التطور على صعيد الصناعات التركية وبالأخص اللي هو صناعة الألمنيوم. طبعا في وفد رسمي جاي من قطاع غزة على مؤتمر المصياد في تركيا لمتابعة كل أمور الصناعة على جميع المستويات. في نفس الوقت صناعيين ورجال أعمال وتجار برضو اجوا على المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور محمود محمد غزال، أشتغل في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، وأشتغل في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، نائب رئيس مدير إدارة البرامج الاجتماعية والتنموية. أتينا لهذا المعرض حتى نتعرف على الصناعات التركية وغير التركية والعالمية، ولنا ركن فلسطين في أحد أركان المعرض، وحبينا نزور ونتفرج ونتعرف على إصدارات هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا السلام عليكم، أخوكم عبد السلام صبار، مدير مجمع تجاري من الجزائر. أولا جئنا لهذا المؤتمر لنلتقي برجال أعمال على مستوى الدول، بمناسبة نشكر المصياد على هذا المجمع الكريم الذي جمعنا، في حين أننا تلقينا إخواننا من جميع أنحاء العالم، وأول هدف لجينا به هو يعني عرض ما أتينا به من مؤسستنا، وفي ذلك يعني تبادل الخبرات مع رجال الأعمال الذين يعملون في نفس المجال الذي نعمل فيه، وكذلك يعني التعرف على المجالات الأخرى التي يأتوا بها إخواننا من جميع أنحاء العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، نادرة عبد الرحيم فرحان، دكتوراه النقل الدولي واللوجستيات، ومدير عام التخطيط والبحوث بوزارة النقل السودان، ومحاضر بجامعة بور السودان، أستاذ زائر. حقيقة يعني أنا سعيدة بوجودي في هذا المؤتمر الذي لما حشد كبير من الإخوة الإسلاميين والإخوة العرب والإخوة بالدول الأوروبية، وأأمل أن نتحد جميعا حتى نصل نحن الدول النامية لقوة بإذن الله، باتحادنا سوف نصل بإذن الله، نحن الدول النامية يعني، وسوف يكون بمواردنا الضخمة خاصة في السودان. يعني السودان يتمثل بكل أنواع الموارد، فعندنا الكثير، وباكتشافنا لهذا المحيط وبدرره أحسب أن هناك كثير سيكون بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا نعيم سلطان التميمي من الأردن، مجال عملي القطاع الزراعي، بعمل في قطاع الأبقار، وجئت للمعرض مع جمعية الرخاء لرجال الأعمال. طبعا بهمنا حضور المؤتمر حتى نطور أعمالنا ونتعرف على الشركات الأخرى، على القطاعات الزراعية والتجارية. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا شريف من مصر، شريف دسوي من مصر، العمل مدير تنفيذي شركة مقاولات بالسعودية. الحقيقة أنا أول مرة أزور المعرض ومتفاجئ بالتجمع العظيم ده. الحقيقة احنا في كأمة إسلامية كأفراد متميزين جدا، ولنا حضور في المجتمعات في كل الدول الموجودة. ما ينقصنا هو اللي أنا شايفه هنا ده، إن إحنا نشتغل كفريق أو نتعلم يكون لنا تجمع ونعرف نشتغل مع بعض، ونعرف يكون بيننا علاقات ناجحة ما تكونش فيها مشاكل. المؤتمر أنا بعتبره بداية، وإن كان بداية قوية في تركيا، بعتبره لو النموذج ده تكرر في كل الدول ولقى مننا دعم وقبول، أظن أن هيكون يعني مكان للانطلاقة جيدة جدا للعالم. يعني أنا بأمل أن المؤتمر يعني يلف كل الدول الأمة الإسلامية ويلاقي دعم أو يلاقي شوية تسويق لأفراد المجتمع المسلم كله. إحساسنا بالإحساس اللي بنلاقيه في المؤتمر إحنا بنفقده في أماكن كتير تانية. بسلم على أي فرد من الموجودين عارف ده مين بدون ما أعرف اسمه، وأنا بحط إيدي في إيده بحس إن أنا يعني بمتلك قوة عظيمة جدا.
أتمنى أن ده ينزل لأرض الواقع، وأتمنى أن يكون يتجذر في الأرض نفسها، ويعني بندعي ربنا عز وجل أن يوفق. والحقيقة يعني أنا سلمت على الأستاذ رجب طيب امبارح وعلى الأستاذ عبد الله جول. الحقيقة الشعور اللي حسيته، حسيت إن دول إخوان، يعني أخ ليا، مش رئيس دولة، حتى ما أطرش أقول له جزاكم الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم سيدي محمد، أنا نائب في البرلمان الموريتاني، ونرأس اللجنة البرلمانية تعنى بالصداقة الموريتانية التركية، وجئت هنا في هذا الإطار من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا وتركيا، لأننا نعتز بالتجربة التركية. لذا نطلب من حكومتنا ومن حكومة تركيا أن يساعدونا في تطوير العلاقات الاقتصادية فيما بيننا وبالعالم الإسلامي ككل، وإحنا بصفة خاصة مع موريتانيا، لأن نحتاج التجربة التركية المهمة. ونأمل من ناحية أخرى لرجال الأعمال الإسلاميين أو والعرب بصفة عامة والمسلمين أن يكون بينهم اتحاد أكثر، ونكون المعارض دائمة، لأن وجدنا كثير من رجال الأعمال فنعتز بالعلاقة معهم والتنمية الاقتصادية. أنا أهتم بالأمور مع أنني نائب في البرلمان، لكن أهتم بالشؤون الاقتصادية أكثر لأنني رجل أعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا اسمي عبد الملك يحيى من تركيا، أعمل في شركة الخيرات للنشر. نحن شركة تجارية في تركيا، مقرها في إسطنبول، ونطبع المصحف الشريف. نحن نختص بالمصحف الشريف، لدينا أكبر مطبعة في تركيا التي تطبع المصحف الشريف، وأيضا ثاني أكبر مطبعة في العالم بعد المطبعة في المملكة العربية السعودية. فنحن عملنا طباعة وتوزيع المصحف الشريف خاصة في تركيا وفي دول أوروبا وفي دول العربية أيضا. فأريد أن أشير إلى بعض النقاط حول المصحف الذي نحن نطبع. فهذا المصحف كما أسست هذه الشركة في 1983، ولكن جذور هذه الشركة ترجع إلى أربعينيات وخمسينيات من القرن الماضي. فالإمام بديع الزمان أحد علماء دولة العثمانيين وعاش في زمن الجمهورية أيضا، هو عندما قرأ المصحف فكشف أن هناك بعض الكلمات في المصحف الشريف توافق على بعضها بعضا، فأشار إلى هذه الكلمات، فأمر بأحد تلاميذه هو خطاط تركي أحمد خسرو، أمر بكتابة المصحف الشريف. فأستاذ أحمد خسرف كتب المصحف، فوجد أن هناك بعض الكلمات تأتي على خط واحد عموديا في المصحف الشريف. أريد أن أشير إلى هذه التوافقات. فمثلا في هذه الصفحة كلمة الله تأتي على خط واحد عموديا هكذا، فهذا نوع من التوافق. وأيضا بعض الكلمات التي تأتي من نفس الجزر تأتي على خط واحد، مثلا كلمة يكون وكان من نفس الجزر وتأتي على خط واحد، وأيضا كلمات من نفس الشكل من نفس الصورة تأتي على خط واحد. فهذا التوافقات تشير إلى إعجاز في كتابة القرآن الكريم، لأننا نعرف أن في زمن هذا بعض الناس يقولون بأننا لا نؤمن إلا بما نرى بعيوننا. فهذا الشكل بكتابة المصحف الشريف، التوافقات أعني، تشير إلى إعجاز القرآن الكريم، وتشير إلى البلاغة والطاقة التي لا تستطيع طاقة البشر أن تصل إليها. فهذا هو التوافقات في القرآن الكريم.
فدار الخيرات للنشر تختص بطباعة هذا المصحف وتوزيعه في تركيا وتوزيعها في جميع الدول الأوروبية وجميع الدول العربية. نحن نطبع المصحف الشريف بجميع المقاسات وجميع الأحجام، فمن الأطفال إلى الشيوخ نحن نطبع جميع المصاحف الشريف بأنواع مختلفة وبأحجام مختلفة لأجل جلب النظر إلى المصحف الشريف وإلى القرآن الكريم. نحن طبعنا مصحف خاص بالأطفال، ونحن طبعنا مصحف كبير بهذا الحجم للشيوخ، وطبعنا مصحف الشريف للشباب، وطبعنا للسيدات. الخط المستخدم في المصحف الشريف في تركيا هو خط عثماني، خط تركي، ولكن نحن طبعنا مصحف آخر بطريقة طباعة المصحف الشريف بالعربية، فأشرنا إلى هذا المصحف بالرسم العثماني وبتشكيل العربي. فنحن طبعنا هذا المصحف في تركيا ولكن نوزعها في جميع الدول العربية. هناك دار أخرى شقيقة لهذه الشركة اسمها دار السنابل الذهبية، مقرها في القاهرة في جمهورية مصر العربية، فهي توزع في جميع الدول العربية هذا المصحف. اسمي عماد خميس الشكيلي من سلطنة عمان. طبعا أنا باحث تسويق في المركز العماني للترويج للاستثمار وتنمية الصادرات، جهة حكومية تابعة لوزارة التجارة والصناعة. مشاركتنا، الغرض من المشاركة هنا في معرض الموسياد هي الترويج للمنتجات العمانية، في مختلف المنتجات العمانية في مختلف القطاعات الصناعية، والتعريف لرجال الأعمال التركيين ورجال الأعمال الأجانب المشاركين في هذا المعرض عن الصناعة العمانية ومدى تنوعها في هذه المجالات. المهندسة إنصاف شقيرات، ممثلة على المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. هاي المشاركة الثانية لنا في المعرض. طبعا بنشارك بست شركات أردنية بمختلف منتجات، تقريبا ست منتجات بتمثل مواد التعبئة أو التغليف، وبتمثل الإدوكيشنال إيدز. عندنا كمان مواد غذائية، وعندنا في هون الكوزمتيك، منتجات البحر الميت. طبعا المعرض من المعارض القوية وبهمنا انه نوجد يعني في نتواجد وللتعريف بمنتجاتنا. السلام عليكم، اسمي سعود المزروعي من هيئة المنطقة الحرة الحمرية.
من إمارة الشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة. احنا هي خامس مشاركة لنا في معرض مسياد، والحمد لله يعني متوفقين بالمعرض هذا من عدة مشاركات لنا في تركيا ودول العربية. المنطقة الحرة هي من أكبر المناطق الحرة في الشرق الأوسط، حاليا عندنا فوق 4000 شركة من 120 دولة باستثمار مليارين دولار، ولنا فرص قوية في تركيا الحمد لله، نسعى لجذب المستثمرين. فالحمد لله يعني المعرض مشاركته قوية، ونتأمل أن نشارك السنة الجاية إن شاء الله. اسم طاهر عبد اللهوي من المغرب، صاحب شركة لإنتاج السمع البصري. مجيء للمهرجان للمعرض الدولي بتركيا هو أنني جيت لكي أغطي التغطية الإعلامية للوفد المغربي، وكذلك لكي أعرض بعض الخدمات بعض المؤسسات والشركات في يعني الشركات الصناعية لكي تحب يعني أن تعمل شراكة ما بينها وما بين المغاربة. أما وجهة نظري في المعرض، في الحقيقة أنه معرض جيد جدا، وأشوف يعني أنه معرض ناجح، إلا أنني يعني من ناحية ديال الوفد المغربي الحقيقة كان بودي أن يعني أشوف يعني بعض الممثل يعني للمغرب يعني في مستوى رفيع لكي يمثل الحقيقة الوفد المغربي الذي يبلغ عدده حوالي 300 شخص. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عدنان الخرف من العربية العود. أول شيء أحب يعني أهني الجميع على نجاح الافتتاح الرائع اللي كان البارح، وكان يعني دولة الرئيس رجب طيب أردوغان أساس النجاح فيه، وتمثل أيضا بحضور 35 وزير اللي بدأوا يعني يعطونا انطباع إن شاء الله أنه فيه مستقبل للتضامن الإسلامي، يفعل رابطة العالم الإسلامي بشكل تجاري أفضل بإذن الله تعالى. المعرض اليوم يعطينا يعني مؤشر جيد أنه المعارض ممكن تكون بيننا وتنشئ بعض الأعمال. قد يكون يعني انطباعنا المبدئي انه الفكره ممتازه، لكن ما زالت تحتاج العديد من التفعيل ويعني الاجتهاد في الحصول على خامات باسعار افضل وعلى اتفاقيات ايجابيه بشكل اكبر، وتسهيل عمليات الجمارك والشحن فيما بين الدول، لانها كانت العائق الاكبر في عقد الصفقات لصباح اليوم. واتوقع انها بتكون يعني من اهم النقاط اللي لازم انه الجهات يلقوا بالهم عليها في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. أيضا وجهة النظر الأخرى اللي هي أن يعني نهدي شوي من الاندفاع المفرط نحو الشرق والصين تحديدا، يعني كان فيه انفتاح وصل 10 أضعاف التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال السنوات الماضية، وأكيد أنه هذا فيه شيء جزء من الخطر على الاقتصاد بشكل عام، وأيضا في فرصة ضائعة كبيرة علينا في العالم الإسلامي. أمس في التقرير قالوا أنه يعني 13% بس نسبة التصدير في الدول العالم الإسلامي، 58 دولة اللي مسجلة في رابطة العالم الإسلامي، وأنه النسبة الأكبر هي في الاستهلاك، فلا بد من تغيير هالمعادلة بالتبادل التجاري الداخلي طالما أنه الفرصة موجودة لله الحمد.
فنتمنى إن شاء الله نكون هذه باكورة الأعمال ونرى بعد ذلك يعني نتائج عملية واضحة ما تكون مجرد مؤتمرات ومصاريف لا تؤتي بالنهاية نتيجة بإجمالي الصادرات السنوية والتبادل التجاري بين البلدان الإسلامية. السلام عليكم، أنا اسمي عياد عودة من فلسطين من قضاء رام الله من قرية صغيرة اسمها سلواد، عايش في الكويت ما يقارب فوق 42 سنة. بفضل الله أنا مقاول معدات ثقيلة، دعيت لهذا المؤتمر انتداب لرجال أعمال الفلسطينيين والله وفقنا والله الحمد. المنتدى يعني صعقنا وفوجئنا يعني بطريقة صعب شرحها، يعني التعب اللي شفناه في المطار وفي بالفندق وباللقاءات مع رجال أعمال الفلسطينيين كان تعب شديد، لكن في المهرجان اللي عملنا يا وزير التجارة التركي ومدير الموسياد يعني خفف عنا كثير، التقينا بأصدقاء فلسطينيين أكثر من 20 سنة مش شايفينهم، فانبسطنا كثير، انبسطنا كثير، احترام في مقابلتنا لدرجة أنه نطلع بالشوارع بنحكي أنه إحنا كذا كذا، الناس بترحب فينا وبتعزمنا على مشروبات مجانية يعني، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا جميل أحمد اسكندر رجل أعمال من اليمن وأشتغل في الأجهزة التعليمية والعلمية Scientific Equipment، وحضرت المصياد للمرة تقريبا الرابعة وسعيد جدا بحضور المصياد لأنه تجمع كبير للتجار من البلدان المختلفة والإسلامية، والحقيقة أنها تجربة رائدة ونتمنى أن تخرج بثمارها ونتمنى لهم إن شاء الله النجاح والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ بلال سعيد شعبان أمين عام حركة التوحيد الإسلامي من لبنان. حضرنا مؤتمر رجال الأعمال وهو مؤتمر رائع جدا، وسبقه مؤتمر رجال الأعمال اللبنانيين والفلسطينيين، وكان فيه احتفالية كبرى لفلسطين ولقضية القدس وغزة، وهذا يدل إن دل على شيء فإنما يدل على تعافي مشروع الأمة وانطلاقها من كبوتها من جديد لتتضامن فيما بينها على مختلف مشاربها من أجل أن تصنع مشروع الحرية من جديد، وفيما بين السياسة والمقاومة والاقتصاد خيط يجمع كل ذلك من أجل أن يصنع سبحة واحدة يعيد الأمة كما كانت في زمن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، طيب أعيس رئيس مستشار مالي وقانوني رئيس جمعية أمل لرجال الأعمال في المغرب. فجمعية أمل لرجال الأعمال هي جمعية تهتم بجمع رجال الأعمال في المغرب ولها فروع في مختلف جهات المغرب، ومن أهدافنا خلق فضاءات لالتقاء رجال الأعمال على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني والدولي كذلك. وفي هذا الإطار نشارك بوفد كبير في معرض المسياد وفي مؤتمر الاي بي اف اللي هو نحن عضو فيه، نشارك يعني الوفد المغربي فيه 300 رجل اعمال في مختلف الميادين، وبطبيعه الحال احنا هذه ليست اول مره نشارك في مؤتمر الاي بي اف او مؤتمر المسياد، هناك يعني شاركنا اكثر من مره وفي كل مره نلاحظ تطور ونمو في هذه المؤتمرات وهذه المعارض، ونلاحظ يعني الجهد الكبير اللي يبذله رجال أعمال الأتراك لتطوير أعمالهم وتنمية بلدهم، وهذا كله طبعا يصب في إطار الاستراتيجية العامة التي ترمي إلى تطوير تركيا. ونحن في هذا الإطار نحاول أن نقيم علاقات تجارية واقتصادية مع رجال أعمال الأتراك، وفي يعني هذه العلاقة تطورت كثيرا بحيث أن قبل 10 سنوات كانت المبادلة التجارية بين المغرب وتركيا لا تصل إلى 100 مليون دولار، والآن بعد 10 سنوات يعني في 2010 تصل إلى مليارين دولار في ظرف 10 سنوات، وهذا تطور كبير جدا. ونحاول طبعا أن يستفيد الرجال أعمال المغاربة والأتراك في نفس الوقت، وأن تكون يعني استفادة متبادلة، وذلك لتطوير البلدين وتطوير هذه العلاقات، وهذا هو هدفنا وإن شاء الله نصل إليه، وجزاكم الله خيرا وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، دكتور أحمد رشدي مدير مؤسسة بيت الخبرة العراقي، منظمة المجتمع المدني خاصة بالإنفراستراكشر البنى التحتية في العراق، خاصة العراق كما تعلمون يعاني من دمار كثير في البنى التحتية.
وجودنا هنا في موسياد للتعرف أكثر على رجال الأعمال الموجودين الآن في هذا المؤتمر ابتداء، ثانيا معرفة الرسالة الحقيقية لهذا المؤتمر واللي هي رسالة كانت واضحة لأعطاها رئيس المؤتمر أستاذ جهاد، اللي أعطى فكرة كاملة عن أهمية التكنولوجيا في العالم العربي وكيف أنه على العلماء العرب الآن التوجه نحن نحو التكنولوجيا وتحديدا النانو تكنولوجيا أو ما يسمى بالتكنولوجيا الصغيرة أو الدقيقة، مما يعطي دفعة أكثر في العالم الإسلامي يعني شغل الفراغ أو الجاب الذي حصل، الفراغ العلمي الذي حصل بين العالم العربي أو الإسلامي وبين العالم المتحضر، وهذا يعطي دفعة أخرى للعلماء الشباب بمعنى آخر فرص أكثر للعمل، فرص أكثر للشباب، فرص أكثر للتطور، وفي نهاية الأمر أنا أعتقد سوف يكون هناك دفعة أكثر للبلدان الإسلامية والبلدان العربية لمواكبة ما يحدث في العالم، خاصة أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد هي الأولى في مجال التكنولوجيا، يمكن الصين وروسيا وبلدان أخرى ومنها أيضا تركيا بدأت تتطور ويعني تتقدم في هذا المجال، ويمكن الآن القول أن هناك منافسة كبيرة في السوق بين المنتج الأمريكي والمنتج الصيني والمنتج التركي ومنتجات أخرى لبلدان كثيرة. رحاب الزرو، ضيفة من عمان الأردن، جئنا مع جمعية رجال الأعمال جمعية الرخاء أنا وزوجي للإطلاع على البضائع المتواجدة في معرض الموسياد، حيث ضم هذا المؤتمر أو المعرض بضائع لعدة ثقافات من جميع دول العالم. سعدت برؤية مجموعة لا بأس بها من النساء، حيث اهتمام المرأة كان وحضور المرأة كان كبير. لازلنا يعني نطلع على هذه البضائع. سعدنا باستضافة الحوار كذلك لنا في هذا اليوم. أنا اسمي محمد العشري، صيدلي، حضرت من الرياض، مصر الجنسية، مقيم بالرياض. مجال عملنا المجال الطبي والعمل في الصيدليات. أنا حضرت المعرض لأنه الحقيقة معرض يعني ما أصير حوله يستدعي أي واحد أنه يفكر لازم يزوره ويشوف الفعاليات بتاعته. أعتقد أن أنا كنت على صواب وتشوقي كان في محله. حضرنا أمس المنتدى في الخليج سنتر وكان من أروع ما يمكن الحقيقة. الحضور كان أكثر من رائع، الكلمات اللي قدمت كانت على مستوى الحدث واختتمت بكلمة السيد أردوغان. الحقيقة كنت متشوق لسماعه، ولما سمعت الكلمة بتاعته أحسست فعلا أن النهضة التركية كانت مش من فراغ.